سي كمال، يمكن ما فماش اتصالات ولا ما عيطش عليك ولا ما اتصلش بيك، ولكن توا القضية اللي عاملة ضجة في البلاد وفي وسائل الإعلام وعاملة نقاش كبير وبوليميك، وهي الحدث في المدة هذه وفي الوقت هذا بالذات، هي قضية ما يسمى بالباسبورات نتاع بن علي. يوم 16 جانفي والبلاد ماشية نحو المجهول وفما برشا فوضى، وبعد نهار واحد أو نهارين من هروب بن علي يتلقى 4 جوازات سفر لي هو ولعائلته المصغرة، توصلوا إلى حيث هو أو ما نعرفش الآن بلاصة خذاهم، ذي اللي نحبوا نعرفوه. طبعا القضية ذي خذيت شوية هكا صدى ونقاش في الوسائل، ولكن احنا نحبوا نكملوا نناقشوها شوية. أولا السؤال الأولاني، الباسبورات هذوما اللي خذاهم بن علي، الجوازات السفر الدبلوماسية نهار 16 جانفي بعد الثورة، كيفاش وصلوا؟ شوف سي سمير، الحقيقة ما بيودي كنت ما نتكلمش في الموضوع هذا، لانه خذا انا برشا كلام كثر عليه وتعدات الامور ربما والتعليق عليه الى حدود، لا ما تكلمت معناها على اساس انه ما نجمش مش نواصل نفس السؤال، لكن الحقيقه تقديرا ليلك والحنا بعل واحتراما حتى طبيعه الحال للساده والسيدات المشاهدين، خليني نعاود الكلام اللي قلته. انا من الاول ما حبيتش اتكلم في الموضوع هذا، وسالوني عديد من وسائل الإعلام ورفضت، لأنه فما واجب التحفظ على كل ما يقوم به الإنسان ويتحمل مسؤوليته فيه بطبيعة الحال أمام مؤسسات أخرى ومش في الشارع. الشيء اللي حاب نأكده مرة أخرى باش نصحح، لأنه الكلام كثر ولات فيه حتى تعليق ربما تتعدى حدود اللياقة في بعض الأحيان، ولات فيه اتهامات شخص، اتهامات شخص ولا اتهامات. أنا ما تكلمت إلا بعد ما تكلمت وزارة الخارجية، وهذا كان مبدئي من الأول. ولما سألوني زملائك في عديدين من السادة الصحفيين قلت لهم أدريسي فو أكيد دروا، أنا بطبيعة الحال يعني ما قمتش بهذا كشخص وكفلان. الشيء اللي حاب نأكده لك الساعة أنه من نهار 14 جانفي مش فقط للمعايدة، أنا حتى في الموضوع هذا ما صار الشيء هذا، وحسيت أنه كأني لما اتهمتني هزيتهم حتى ووليت نعمل شرم الشيخ ماشي في شرم الشيخ ولا تمثيل كبير وسينما كيفاش وصلوه سيدي؟ فما أمور معناها دبلوماسية توصل على طريق القناة الدبلوماسية بشيء عادي جدا، مش موضوع مش طرق الدبلوماسية العادية العادي معناها مشات على طريق العادية، ومهم مش هذاك المهم. الأهم بالنسبة لي سامحني اللي مش حاب نأكده، الباسبورت هذا متعطى بالفعل نهار 16، ووقع الغائهم من طرف نفس بعد الشخص بعد 8 أو 9 ايام الحقيقه ما تذكرش. بس كمان نحب نسالك سؤال مهم برشا، بن علي وقت اللي ياخذ الباسبورات اكيد هو اللي يطلب انه ياخذ باسبورات. السؤال المطروح والمهم برشا واللي باش يغير برشا معلومات ويغير برشا مواقف، هو من شكون طلب؟ يا لندرا اتصل بك انت مباشره؟ سامحني لا خلينا نكملك السؤال وانت من حقك باش تجاوب كما تحب. بن علي اكيد ثم طلب باش وصلوه الباسبورات، من عند شكون طلب؟ اتصل بك انت مباشره بالتليفون، والا اتصل باطراف اخرى اعلى منك مسؤوليه برئيس الدوله او رئيس الحكومه في الوقت هذاك السي الغنوشي؟ لا انا بلغتي دبلوماسيه قلت فما دي كانو دبلوماتيك. لا لي كانو دبلوماتيك معناها ان يستفهم كانو دبلوماتيك معناها على طريق على طريق معناها السير العادي لاي انسان السير يطلب العادي. السير العادي هو رئيس سابق ايه؟ عنده اتصالات، عنده اصدقاء، مازال عنده لو 16 جانفي، فما ناس تقول مازال عنده نفوذ. طريق عادي جدا كاي مواطن، ما نجمش نقول اكثر من هذا. لا ماهوش اي مواطن، كاي مواطن اكد انه الطريقه اللي اختارها باش يطلب باسبوراته عمله مع طريق عادي كاي مواطن باش يطلب باسبور. ما نتصورش سي كمال انه انت بون عندك لغتك الدبلوماسيه. لا مش لغه دبلوماسيه، تتهرب باش تمس باطراف اخرى. لا ما نمس حتى وما تحبش تورط اسماء اخرى. ما نورطش، اتصل بالقنصليه واطلب. قال هو شخصيا اتصل بالقنصليه، هو شخصيا بالقنصليه نتاع السعوديه في شيء عادي جدا كما يقوم اي انسان. او اعطيتك معناها حاجه اللي والقنصليه شكون اللي ما يعيشك معناها. شوف ما تلزنيش باش نقول اكثر مما قلته، المهم انه الباسبورات هذو تعطاو وتنحاو من طرف نفس الشخص تطبيقا للقانون. احترمت القانون لما اعطيتهم، واحترمت القانون لما جاتني مراسله من وزاره العدل فيها تتبعات ضد الرئيس السابق وزوجته. واضح. وكما والغيناهم ونحب ناكد مره اخرى انه خلافا للجوازات العاديه، جواز السفر الدبلوماسي يلغى في اي وقت.
لا هذه معروف معروف الناس لازم تعرف هذا معناها انه شوف. اليوم الموضوع منتهي وانتهى منذ ما نذكرش نهار 25 انت منتهي بالنسبه لك انت وانت تعرف انت تعرف كل شيء الشعب توا يسال لا من حق الناس مش تعرف سامحني سي كمال سامحني لو 16 جانفي نهار 16 جانفي البلاد مازالت في ثوره مازال فما شويه فوضى القناصة يهددوا في الناس وحتى في المسؤولين والناس كل خايفة به وزارة الخارجية تخدم نهار لحد نهار أحد فما وزارة ما خدمتش سي سمير في الظرف هذاك ولكن بأمر عاجل أنا بت في وزارتي كان ينجم كان الناس ينجم الناس اللي تقول شو يعمل نهار لحد في الوزارة أنا أنا في الأيام العادية ولكن نمشي نهار لحد وزارتك أنت في حكومة مازلت ماهيش مؤكدة رئيس الحكومة اللي يعينكم شيء أو مش رئيس لا الحكومة لا هو رئيس الدولة هي حكومة بن علي لا هي الحكومة نحاها قبل ما يجي ما ننساوش هذا هي مستقيلة ولكن ما هي تسير في أعمال البلاد سي في اعمال البلاد هذه اولويه نهار لحد يخدموا الباسبورات انا في بيرويا ما عملتش كان الشيء هذاك مشيت خصوصي ليل وانا علاش نبداو في الظروف هذيك انا مانيش نسال في اسئلتي فقط لا نسال في اسئله الناس كانوا نجموا يتاجلوا من غدوه يا سيدي من غدوه ثم حكومه جديده ما خرجوش غدوه هما شوف يعيشكم ويبارك فيكم معناها لازمنا نتذكروا ابتداء من نهار 14 الوضع اللي كنت فيه البلاد طيب وكما وصفتوا انت وعندك حق ولكن لا يعني هذا انه قعدنا في ديارنا وقعدنا نستنى نعم انا ثم اولويات في البلاد مش الاولويات ماهيش اولويات ماهيش باسبور الشيخ وباسبور حاجه كبيره هي شنو الباسبور هو باش تعملوا معناها يعني ما خممتوش بالكل انه بن علي رئيس ثم شهداء مازالوا كي ماتوا ثم رئيس معناها ما نبداوش مخلوع عايشك نحترمك برشا وما نبداوش نخلط لا حتى انا نحترمك سي كمان ولكن لا ولكن نطرح في اسئله الناس تسالت الناس يا ولدي شهداء مازالوا شهداء الله يرحمهم لكن هذا رئيس مخلوع ومجرم ومتهم مجرم انت وقتها تقول يعني قانون مجرم يعني تقول لي قانون طبق في قانون انا عندي قانون طلبني انسان قانون بن علي يعني طبق فيه يا اخي قانون بن علي قانون البلاد لليوم تبدل قانون البلاد امشي اسال وزاره الخارجيه يقول ما تبدلش قانون اعطاء جوازات السفر وتقول لك معناها خذيت قراري باش اعطيته الجواز نتاعه ونهار اللي جاتني من وزاره العدل تتبعات رسميه الغيته بسبب مباشره ثم ثوره كيفاش تحكي لي على القانون وفما ثوره وفما فوضى وفما رئيس معناها ما فيهاش قانون انطردوا الشعب انطردوا الشعب يعيشك ما نبداوش كيفاش تقول لي ينطبق عليه القانون معناها نتاع هذا بالذات القانون هذا بالذات احنا كنا نلوموا ان القانون ما يطبقش اليوم ولينا علاش كان هذا؟ انا نقول لك انا نحيت له صفته كرئيس جمهوريه بينما صورته ما زالت موجوده في الادارات وفي المكتبات الرسميه في الوقت انتهى الامر بالنسبه لي الامر الامر منتهي نهار اللي فما معناه ما يؤكد ذلك خذينا القرار اللازم في شأنه وانتهى الامر ما خذيتوش وحدك سي كمال خذيته وحدي ما خذيتوش وحدي امر يخصني انا نتحمل مسؤوليتي انا وقلت الكلام هذا يعيشكم معناها وزير الخارجيه هو اللي يعطي الامر في هذا فما رئيس دوله ورئيس حكومه ممكن الناس تقول انك شاورتهم وانك حميت روحك انتوا ما تقول باهي تسمح لي انا نقول رايي نقول رايي تسمح لي قول رايي رايي الخاص انه كمال مرجان انسان عنده خبره سياسيه كبيره عنده حنكه سياسيه كبيره يقرا المستقبل كمال مرجان ما ينجمش يتورط في حكايه كما هذه وحده بدون اذن من رئيس الحكومة آنذاك سي محمد الغنوشي ورئيس الدولة سي فؤاد المبزع والمعلومات اللي عندي ومعلومات شبه مؤكدة اسمح لي هذا رأيي أنا شبه مؤكدة أنك أنت عندك وثيقة تحميك من المساءلة ومن المحاسبة فيها إذن من رئيس الحكومة ورئيس الدولة يأذنوا لك باش تعطي الباسبورات للرئيس السابق بن علي والوثيقة ذي مازالت تحتفظ بها ولكنك ما تحبش تذكرها الشيء اللي قلته يلزمك أنت ما عنديش يلزمني انا طبعا ما عادش باش نزيد حتى كلمه في هذا الموضوع علاش مع كل تقدير انتهى الموضوع هكا وبالنسبه لي اذا كان ما ترش مانع نمر لسؤال اخر اذا كان علاش يحرجك الموضوع لا ما يحرجنيش لانه الحقيقه كثرت ولات التعليق عليه كبيره ولات امور نتاع كلام برشا بينما في رايي فما اشياء اهم فك الفترة هذيك واليوم معناها اللي ربما الشعب مفروض يهتم بها والمسؤولين سي كمال عندك الوثيقة هذية ولا سؤال واحد ونسكروا الموضوع لا ما نجاوبش على السؤال هذا سامحني معناها على الأقل في الحصة هذه ممكن السؤال الوحيد اللي ما نحبش نجاوب عليه خذيت الإذن من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة من فضلك ما معناها
يعني خلينا في نطاق الجو الطيب اللي بدات بها. لا 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 انا نحترم رايك، نسال فيك. لا 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 انا حتى انا نحترمك ونحترم كل الشيء اللي نجم نقوله انا قلته، والشيء اللي يلزم نقوله انا قلته. علاش تتحمل مسؤوليه وحدك يا اخي؟ خليني نتحمل المسؤوليه اذا كان بتراو انه تحمل المسؤوليه. سيدي نتحملها المسؤوليه جو لاسيو. ترى أنه الذكر أو النبش في الموضوع في الوقت هذا عنده مقاصد؟ فما ناس تحب تنبش في الموضوع هذا في الوقت هذا؟ فما ناس تنبش ولا ما تنبش، وفما ناس عندها معناها أهداف طيبة وناس ما عندهاش أهداف طيبة. خلي كل واحد بينه وبين ضميره. أنا ضميري مرتاح، وأنا إنسان أحترم دائما القانون في حياتي في أي مجال كان، ومتأكد من نفسي. وفي نفس الوقت لما تحملت مسؤوليات أنا في فما شكون يسني حتى معنا في كل، سواء كانت في وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية، ودائما نقول فما واجب تحفظ على أشياء اللي الناس ما تفهمهاش الله غالب عليها وعليهم. ومع كل تقديري للجميع، وما أعتقدش أنه أمر مصيري قضية أمر خطير سي كمال. تعرف علاش خطير؟ لأنه ثم ناس الموضوع منتهي سي كمال، لأنه في الوقت ذاك ثم ناس تقول أنه بن علي مازال يحكم ومازال يتكلم ومازال يؤمر. كيفاش يحكم؟ كيفاش يحكم وقت أنا أعطيته صفة رئيس سابق؟ أنا أعطيته صفة رسمية، أول إنسان يمكن سماه رئيس سابق. شنو تحبوا أكثر؟ أعطيته له بصفة رسمية بصفة مباشرة. وترى انه من حقه باش ياخذ الباسبورات في الوقت هذاك؟ حق معناها قانوني وما عندوش الوقت هذاك. فك الوقت هذاك فما اشياء على بطبيعه الحال اللي ربما الناس يتسائلوا عليها. خليهم يتسائلوا. انا مش نقول لك ما نجمش نجاوب على كل الاسئله، مش خاطر ما نجمش نجاوب، لانه فما اشياء انا اعتقد انه وشنو ترد على اللي يقول انها خيانه للشعب وللثوره؟ خلي يقول خيانه للشعب وللثوره، مش حمل مسؤوليتي في هذا. خلاص انا قلت لك بالحرف الواحد جاسوب، انتهى الامر. والله معناها ومش تقعدوا نرجعوا لها ونرجعوا لها ونرجعوا لها. لا ما نرجعوا لهاش، ماناش باش نرجعوا لها. احنا نسالوا باش نعرفوا. انت عنده ما يعيب علي قانونيا يتفضل. انت مازلت مارس الدبلوماسيه، تحب تتستر على ناس اخرين بتاتر معناها؟ الله اعلم الله اعلم، ولكن التحاليل والمعلومات كلها تقول وانت ما نفيتش هذا الامر يهمكم. تحبوا تحطوا اللي انتم ما تحبوه يا سيدي، مبروك عليكم وفاء. يعني ما فما حتى معلومات اخرى ما تحبش؟ لا عايشك انا قلت لك فما. انا ليلك انت وللقناه رضيت باش نعاود نتكلم في الموضوع هذا. لا يلزمك تتكلم سي كمال، يلزمك تتكلم، خاطر الراي العام كله يغلي اذا نخليو الناس تحكي. ولا انتم تغليو فيه الراي العام مش يغلي العام اليوم. عنده هذا موضوع عادي وتافه وما عندوش اهميه. لا ما نمشوش من الاكستريم للاكستريم. يعيشك موضوع مهم. ما قلتش تافه، ما قلتش موضوع مش، لكن اليوم بعد ما عرفش توا قداش من شهر نحبوا نتكلموا في الموضوع تكلمنا فيه، لكن ما نردوش هو الموضوع الاساسي. فما مواضيع كبيره اخرى في البلاد ومستقبل البلاد لا معناها وكل واحد الشيء اللي عمله. حتى المبرر القانوني ماهوش مقنع، لانه حتى لو كان خالفت القانون انت في الوقت ذاك. هذا تقييمك. حتى لو كان خالفت القانون ما عطيتش باسبورات. هذا مش تقييمي انا. والا خليته يعيشك الحكومه اخرى تقرر بعدك، لانه انت وقتها حكومه مستقيله ومازالت حكومه بن علي تخدم. كنت تنجم فماش دولة تبقى بدون حكومة. دولة إذا كان بدون حكومة معناها وقتها يسكروا الباب ويمشوا يشدوا ديارهم. واضح. أنا ما خرجتش من وزارتي، ولكن الحكومة ذيك يسير فيها بن علي حسب المعلومات وحسب الكلام اللي خرج. هذا كلام بالتليفون. هذا كلامكم أنتم، هذا مش رأيي أنا ومش كلامي أنا. آراء بعض المسؤولين اللي قالوها في الجرائد. أحترموا رأي كل الناس ومسؤولين زملائك في نفس الحكومة. لا أخويا، إذا كان زملائي ناديهم خلي يقولوه لك في التلفزة. أنا مش هذا رأيي ومش صحيح. دبلوماسية الشيء الوحيد. لا سيدي مش دبلوماسية. نحترم دبلوماسيتك. ولكن ولكن زاد بين ثنايا كلامك جاوبت على الأسئلة. آخر نهار تكلمت معاه نهار 14 بالنسبة لي الأمر منتهي. أي ولكنك جاوبت على الأسئلة بطريقة غير مباشرة، ونتصور أنه المتفرج الذكي نجم يفهم جوابك من غير ما تكون مباشر فيه. نغيروا اللون نتاع الحوار. سي كمال، حزبكم المبادرة يفتخر بالدساترة ويدعي أنه جذوره دستورية وبرجيبية، وتعتبروا البرجيبية هي مرجعكم وهي الملهم نتاعكم ونتاع أفكاركم وسياساتكم.
هذوما الدساتره اللي ظهروا توا ابري لو 14 جانفي فين كانوا قبل لو 14 قبل الثوره فين كانوا؟ منقرضين مختفين ما فماش ما نسمعوش بهم بكل نسمعوا كان بالتجمع. الدساتره ولا حتى اشباح فجاه بعد لو 14 بعد حل التجمع ولاو فما دساتره. خليني لو تسمعني سي سمير نصلح اولا. تفضل. احنا مرجعيتنا مش للحزب الدستوري ولا الرئيس بورقيبه. لا هكا سمعت لا في بعض. خليني في بعض. تفضل. انا اقولها ونعودها مره ونعودها حتى 100 مره. انا دستوري بورقيبي ولد دستوري بورقيبي. فوالا. انا مانيش اليوم في العمر هذا باش ننكر تاريخي ولا جذوري السياسيه ومدرستي السياسيه. انا متخرج من المدرسه البورقيبيه الدستوري. طيب. لكن حزبنا ما فيش اي اشاره لا للدستور حزب الدستور ولا الى الحبيب بورقيبه مهما كان تقديرنا. ولكن موجود في فكرك شيء زي كزعيم انا كشخص. لا لا ما هو احنا يلزمنا نخرجوا من التشخيص. ينجم ياثر المرجعيه نتاع حزبنا كما جاءت في 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 معناها النظام الاساسي نتاعه هي المدرسه الاصلاحيه التونسيه والحركه الوطنيه التي حققت الاستقلال. واللي هي ما جاش هذا ما هو نقول لك ما جاش هذا ما جاش هذا بالزر هكا بالصدفه. لاننا أردنا أن نخرج على كل ما هو تشخيص. المدرسة الإصلاحية التونسية نعرفوها بداية النجم نعتبروها حتى من ابن خلدون لكن خلينا نعتبرها من أواخر القرن الثامن التاسع عشر بما فيها خير الدين وبما فيها اللي جاءوا من بعد. فيها المدرسة الإصلاحية مش فقط المفكرين طبعاً فما مفكرين فما سياسيين يدخل فيها عبد العزيز الثعلبي لكن اللي كان مصلح يدخل فيها الحبيب بورقيبة يدخلوا فيها الزعماء الحركة يدخلوا فيها الدساترة لا دساترة وغير دساترة احنا لما حطينا الحركة والمقاومة الحركة الوطنية, الوطنية الكل تدخل فيها حتى من غير حزب الدستور خلينا نكون واضح معناها ثم عندك مصلحين طاهر الحداد مصلح ما نجموش نساوي فما ناس اللي ما كانوش بالضرورة في الدستور فرحت حشاد في وقت من الأوقات زعم حتى المكتب السياسي وين كانوا الفكر هذا وين كانوا شعب نقول شعب علاش نحب نقول الكلام هذا أنه في حزبنا يكون هناك دستوريين يكونوا فما تجمعيين زاد معنا أنا ما ننكرش هذا وشيء طبيعي جدا فما لأنه تجمعيين معكم بيسير تعترف بهذا بيسير نعترف واللي هم التجمعيين أكثر عباد متهمين ومكروهين في البلاد لا لكن إيش بيه معنا هذا مش نزيد زاد نقصيهم حتى على العمل السياسي قصيناهم من الانتخابات لا لأنه شوفي كمال لا لأنه توا الثورة باش معناتها ثورة هي الانقلاب على كل شيء ده. والتجديد كل شيء ده. واقتلاع الجذور ده. وأنه قوة جديدة تاخذ القيادة وتاخذ عليها. المقود مبروك عليها ثم إذا كان الشعب أعطاها هذا مبروك عليها لكن مش لكن تجمعين اللي فشلوا 23 سنة نعاود ونعطيهم فرصة نتاع جديدة شنو صار في دول أخرى سي سمير احنا الوحيدين احنا مش نعملوا الجذور الكل نحيوها معناها كان تونس انت معناها مع انه التجمعيين ياخذوا حقهم في في العمل السياسي يا اخي تخذا قرار سياسي باقصاء 50 او 60 الف شخص من الترشح للانتخابات القادمه طيب اذا كان مش ناخذوا قرار نهائي باقصاء كل من دخل الى التجمع ان شاء الله حتى 100 الف وما نقولوا زوز ملايين وزايد هذا غير معقول معناها انا نعاود انا كي ناخذ دول اخرى اللي عاشت معناها أوضاع مأساوية ديكتاتورية كبيرة نخمم في الشيلي نخمم في البرازيل نخمم في الأرجنتين نخمم في أوروبا الشرقية نخمم في في في, في أفريقيا الجنوبية ولكن رغم هذا الأحزاب اللي كانت في السلطة وكانت في الحكم بقات تمثل 1% تمثل 4% كما الأحزاب ما فماش حزب شيوعي إيه وحيد إيه لما صار نحكيو على التجربة التونسية لا ما تحجب عندها خصوصية وعندها خصوصية اسمعني اسمعني في 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 مصر زاد كل من كان في في كل ايش قاعد يصير؟ اسمعني ما عندهمش حق ايش قاعد يصير؟ فما وزراء اللي مازالوا اليوم في الحكومة سي سمير شكون الوزراء؟ وزراء في الحكومة المصرية ابحثوا عليهم تلقى مسؤولين كانوا شو مسؤولين؟ مسؤولين في نفس الحكومة مسؤولين في مغضوب عليهم أو هذا أنا ما حاجتيش باش نكون لا في الحكومة ولا في لا, لا وكلمتك صراحتك أنا معناها تعجبني صراحتك لأنك استعرفت قلت عنا تجمعين فما ناس تنكر وهم عندهم نسبة كبيرة فما كان مبادرة أسأل في اجتماعك أحزاب معارضة أسأل شوف سي كمان فما فيديو توا قاعد يدور وأكيد شفته لأنك تتبع برشا وتسمع الناس وكل شيء فما فيديو قاعد يدور في اجتماع في احد اجتماعات حزب المبادره مكتب الجهوي بصفاقس في صفاقس
الفيديو هذا معناه يصور اجتماع انت حاضر فيه صحيح. صارت فيه تدخلات واعترافات اعتبرها البعض خطيرة. علاش خطيرة؟ لأنه تكلموا فيها برشا تجمعيين وحتى دافعوا على التجمع وسمعوا صوتهم وموجود الفيديو نجمو إذا ما تفرجتش فيه نوريهولك. شوف سي سمير احنا أنت قلت باش نبدلوا الموضوع ما ينجم حد يفكرنا باش نبدلوا الموضوع باش نتكلموا في المستقبل. الحزب أنا ما جيتش لهنا باش نبقى ندافع لا على حزب المبادرة حزب المبادرة حزب على اجتماع لحزب المبادرة مرجعيته إصلاحية مرجعيته الحركة الوطنية فيه تجمعين فيه ناس مهمش تجمعين مفتوح لكل الناس وما نحكموش عايشكم يكفينا من الحكم بال انا نسال سكمل. لا تسال انا قلت لا أصبر أحكام. انا قلت نسأل ما نحبش نذكر احزاب اخرى وبالعكس مبلغ لك في اراء الناس ما نحبش نذكر احزاب اخرى أي اللي تجري وراء ساتره وراء تجمعين بالفلوس ومن لا 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 مش بتاع الفلوس برك لا لا, لا. ما نخلطوش حتى اللي ما عندهمش فلوس أي. لا ما نتكلم على يشيل بالفلوس لا يشيل بالفلوس هذاك واضح اما نحكي حتى على احزاب محترمه جدا وكان في المعارضه لبن علي اليوم هي اللي تجيب في ما يسيئلكش انه يتسمع صوت التجمع في اجتماع لحزبك معناها وناس تقول احنا تجمعيين واحنا ملكنا البلاد واحنا نحبوا يعبر على رايه يا اما يا اما وفخورون بالانتماء للتجمع يا اما مش نبدا عهد جديد احترام للناس الكل ولا الحقوق ولكن يسيء نوعا ما سي كمال حزبك كون واحد يقول عاش التجمع وعاش تونس ما قالش عاش التجمع ما 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 موجود عاش التجمع مع التجمع تنحى مشى انا وتنحى مازالوا فما ناس كانوا يا اخي اذا كان اليوم احنا حاضرين باش نعملوا الشيء اللي نعيبوه على النظام السابق بعدم تمكين كل مواطن تونسي من حقه باش يعبر على رايه بما فيهم التجمعين متجمعين شنو ما متوانسه يعني انت ضد لا شنو تحبوا تحب ناخذوا قرار رسمي انه لمده مثلا 20 سنه كل من انتمى الى التجمع ما عندوش حق باش يكون عنده نشاط سياسي او موقف سياسي مش معقول ما صارتش بينوشي في الشيلي ما صارتش مالاش معناتها ثوره وتغيير يا اخي ثوره تغيير في الاتجاه انا على الثوره قام بها الشعب التونسي الثوره هو اللي فشل اللي انسحب اللي فشل اللي فسد البلاد احنا عملنا حرب هي حرب لا 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 اللي فسد البلاد اللي فسد المنظومه السياسيه القواعد اللي خربت اللي سرقت مش كان سرقه راهو سرقه راهي فيها سرقه تاريخ تونس سرقه سنوات من تاريخ تونس مش سرقه فلوسك هاو سرقه العقول نتاع التوانسه الحريات نتاع التوانسه نعاودوا نسرقوها لهم من الجديد دوبل فول معناها يولي لا عايشكم معناها فما شيء اللي أنا مع كما قلت لكم المساءلة والمحاسبة ولكن ضروري للبلاد هذه باش تصير فيها مصالحة اليوم ولا غدوة مش ممكن باش بلادنا بما فيها تجمعيين ولا تساترة يمثلوا 100,000 200,000 50,000 مهما كان العدد مانديلا نهار اللي خرج من الحبس بعد عشرات السنين قالوا له شنو التورسيونير تاعك التورسيونير مش هذوما كانوا أعضاء حزب قالوا سون دي سيتويان كوم تو لي زوتر معناها هاو وين لازمنا نحطوا رواحنا ثوره على عيني وراسي ما ندير ما عمرني ما قلت في انا المصالحة. لا الثوره معناها نحترمها ونقدرها وناخذها بعين الاعتبار كحدث تاريخي قلتها لك من اول كلمه القناة قامت لأسباب معروفة لأسباب سياسية وهي كحركة تغيير وكحركة لكن مش معناها أنها الثورة مش تقوم بمحو معناها عدد معين من التوانسة من الحياة السياسية والحياة العادية مواطنين كالمواطنين الكل يلزمهم يحترموا القانون كيفهم كيف التوانسة الآخرين لكن لا يمكن أن تلوم شخص أو نظام على شيء وتأتي مثله معناها على الأقل يا أخي ما فما أنه يكون فما تحديد طيب قضية أنه تقرر أنه ما يشاركوش في الانتخابات هذه عدد معين معناها هذا قرار اللي ما نقبلوش شخصيا لانه فيه اقصاء ولكن مش نعملوا قرار زاد على طول معناها وقتها قولوا لنا برا هزوا حوايجكم وبرا امشيوا لبرا خلينا نكونوا واضحين معناها شنو اخي فما ناس اللي هما كانوا في النظام كانوا في التجمع خدموا البلاد خدموا الناس بصدق بقطع النظر على الاتجاهات الكبيره وبقطع النظر على القيادات ما هم الا مواطنين فما الناس اللي عملوا ونفعوا الشعب هذا فما اداره اللي خدمت وكانوا فيها اكيد ناس اللي هما كان عندهم بطاقه في التجمع معناها ما لازمناش نغلطوا
ما قلتش اليوم باش يرجعوا تجمعيين ولا في السلطة. ولكن هذا اللي نادي هؤلاء اللي ناديوا يساندوا في التجمع التو رغم فساده ورغم منظومة فساده ورغم أنه معناها تسبب في صحراء سياسية وفي قمع أنا قلتها ونعودها ونقولها في فساد كبير في كل اجتماع من اجتماعات حزبي نقول يجب أن نعدل المنقالة متاعنا الكل لانه فما برشا ناس صحيح من 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 الناس اللي كانوا في الحكم وحتى الناس اللي كانوا في المعارضه ما زلنا نتعاملوا معناها كثيرين يتعاملوا وكان ما زلنا في العهد السابق وكان الوضع مش وضع جديد مش وضع ثوري فقط معناها وضع جديد لازمنا نبنيوه مع بعضنا ونبنيوه بمنطلقات جديده وبافكار جديده اللي هي بالفعل لانه الشيء إذا كان نجم نتكلموا على الاقتصاد والثورة ما قامتش كان لأسباب سياسية قامت كذلك لأسباب معناها سواء البطالة خاصة البطالة متاع الشباب قامت على عدم التوازن بين الجهات فما شعور بالشيء هذا وقامت لأسباب سياسية وهي خاصة الحريات والديمقراطية لكن اليوم الشيء المؤكد بالنسبة لي لأنه الجانب السياسي نجح لأنه لا أتصور أنه فما تونسي اليوم عاش الشيء هذا وعاش السنوات الأخيرة مازال يقبل باش يكون في نظام اللي فيه عنف أو اللي فيه ديكتاتورية واللي فيه عدم احترام للحقوق وللحريات وحتى نمشي أكثر أنه يكون فيه كذلك حزب مسيطر على الحياة السياسية في البلاد واحد ولا مسيطر هذا بالنسبة لي نجح لكن فما أشياء أخرى لازمنا نقوم بها مع بعضنا فما البطالة هذه البطالة هذه ما تنحاتش بل زادت لازم البلاد ترجع تخدم لازم البلاد لازم المواطنين يرجعوا لبعضهم لازم على اختلاف تياراتنا نتفقوا على حد أدنى من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا نحيونا باهسي كمال خلنا نقدموا شوية خطر الوقت فتناه الوقت القانوني بلغني وعلمت أنه بعض الكوادر والإطارات نتاعكم وقع الاستيلاء نتاعها وشريانها حتى من أحزاب أخرى يعني عند في القواعد عندكم قواعد معناها في جهات تفاجأتوا أحزاب أخرى يعني سوق محلولة تجارة موجود الكلام هذا وهذا تأكيد إذا الشيء اللي قلته لك معناها لو كانوا التجمعين بكلهم مش باهين وتساترة ما همش باهين ما كانوش يجريوا وراهم لا 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 لا, لا 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 مش بالضروره سي كمال مش بالضروره حاجتهم بالخبث نتاعهم زاد ثم ناس تحب تخدم بخبث ومكر زاد والتجمعيين حافظين الاساليب القديمه نتاع شراء الاصوات ونتاع السيطره والتزييف وكل شيء نزه عديد من الاحزاب لا فما احزاب انا ما نزهش بعض الاحزاب فما البعض انا قلت البعض انا ما نزهش بعض الاحزاب لانه فما معلومات اكيده تجي تشري ضمير انسان لا لا ما قلتلكش لا 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 فما احزاب زاد تشري لان ما عندهاش طريقه اخرى باش تجيب الناس طرق مفتوحه لكن فما احزاب محترمه اللي كذلك ما عندهاش مانع باش يجي معاها فلان وفلان وفلان دونك انت لا انا استولوا لك على بعض فما ناس بالفعل كانوا بداوا معنا ومشاو في احزاب اخرى ونعرف انه ما زالت كثير من المحاولات مشكله لي انا انه انا لست الحزب الوحيد اللي عنده اللي تعتبروه من العائله الدستوريه ولا من العائله برشا العدد موجود ومتاكد انه نفس الشيء صاير في الاحزاب الاخرى ما عنديش الحقيقه معرفه خاصه ولكن سي كمال الموقع اللي انتم فيه الموقع الجغرافي والمقر نتاعكم موجود في ارقى منطقه في تونس ميتويل فيل ويدل على انكم عندكم شويه فلوس وعندكم امكانيات وسي نورمال باش يكون عندكم امكانيات لانه نتصور انه انتم امل التجمعيين عندك حق اذا كان ما تصدقنيش لا 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 نستنى لكن باش نقول لك حاجه نسال فيك هذاك ثالث مقر ننتقلوا له وكنا نبحث على شيء معقول ومشينا لاماكن اخرى اللي مش في ميتويل فيل واغلى من الشيء اللي خذيناه دونك القضيه مش قضيه انه نحبوا نكونوا في ميتويل فيل ولا نحبوا نكونوا في وقتها كنا نكونوا في كارتاج ولا في المرسى ولا في لا لكن الصدفه حبت صدفه لانه بقينا اسابيع واحنا نبحثوا وفي وسط السفارات زاد وقريب الوزاره الخارجيه
خير بزاد خارجيه. لا لا حومتي، لا مش حومتي انا، حومتي لا حومتك العمليه يعني. لا لا لا, لا وزاد خارجيه ما دخلت لهاش من نهار اللي خرجت منها، اكون متاكد من هذا. لا الصدفة حبت فما برشا ما حبوش يكريوكم، علاش؟ خاطر مش احنا برك، مش احنا برك، خاطر يتهموكم اللي انتم تجمعيين لا لا بادي ولا بادي تو. فما صعوبة للأحزاب باش تلقى شكون. الأحزاب كل أنا في رأيي الموضوع مطروح لكثير من بتتر زاد على خاطر الكلام اللي يتقال وكذا يخافوا. لا 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 ما فما شيء، فما شيء، فما أولا أمور أمنية يخافوا لأنه موجود أنا بطبيعة الحال، فما أحزاب مقصودة خلينا نكون واضحين مستهدفة مستهدفة. وثم كذلك يقول لك انا مش نكري الحزب، شكون يعرف عنده فلوس ما عندوش غدوه. معناها انا حتى في حتى في هذا معناها اجبرت باش نحط معناها اسمي معناها ك ضمان شخصي، كضمان شخصي معناها باش هو. وما كانش سهل باش اقنعنا صاحب البيت باش يعطينا البيت نتاعو، ولكن اكد لك انه بحثنا في كثير من الاماكن الاخرى وما كانش سهل باش نلقاو حاجه. و احنا ان شاء الله حتى هذيك ربما باش نغيروا، لانه ربما يصبح المقر مش كافي. هذاك التابع نتاع التجمع قاعد تتبع فيكم معناها تجمع معناها ديما نرجعوا للمخيله الشعبيه هكا معناها التجمع لا 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 بالنسبه لا لا للناس لا لا هو معناها لا لا ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال احنا حزب جديد، عندنا مواقفنا، عندنا برامجنا مستقله. خلينا نخمو في تحدثنا في برشا المستقبل. على الماضي وتحدثنا برشا على الاهم شيء هو المستقبل، نحاولوا باش نقوموا بما يجب لفائده البلاد هذه. شنو احوال شعبيتك سي كمال بعد 8 شهور؟ كيفاش تراها شعبيتك شخصيه سياسيه؟ والله ايش بقول لك، كيفاش تحس الناس؟ لانه من الاول في جانفي كانت ثم صعوبات في التواصل مع الناس، وكنت خايف شويه ما تخرجش برشا، وصارت كلمه ديجاج في بعض البلايص في المستير في المقبره نتاع زعيم الاحلى بورقيبه. لكن شوف قداش العدد اللي كان موجود وشكون هم اللي تكلموا، وخليني مش لازم باش ننشر الغسيل. لا خلنا اسمه الصراحه راح البرنامج. لا لا من الصراحه راح، لكن مش راح اكيد صراحة. انه اللي جاوا لا اللي جاوا فك المناسبه هذيك اولا كانوا معناها تقريبا 3000 او 4000 شخص. اللي تكلموا 4 ولا 5 اشخاص وجاوا معناها الله اعلم شكون وراهم. سمعنا اصوات قويه سي كمالكم. لا سمعت اصوات قويه لانه جابوا ما يسجل يا سي سمير. عدوا فيديو جابوا الفيديو نتاع مسجلوا لانه كانوا قاصدينها. ما يهمنيش انا ما مش خاطر حاجاك معناها ناس اللي ما عندهمش حتى احترام لضريح. فما ناس تخاف من شعبيتك اللي كسبتها. لا والله شوف ما نحبش نقول انا عندي شعبيه ولا ما عنديش شعبيه. انا نخلي الشعب التونسي يحكم. عندي ثقه في شعبي مش دمغجه يعني. زلت علاقتك باهيه بالشعب التونسي كمان؟ نتصور لانه الناس اللي تعرفني تعرف شنو عملت وشنو ما عملتش. اذا كان فما بيننا، اذا كان نهار من النهارات مش يكتب لي باش نكون مترشح للانتخابات في اي مستوى كان. اي نحكي على الانتخابات الرئاسيه جيتها جيناها جبت معناها وصلتنا لها. انا انسان ننظر الامور ب عندك طموح للترشح للانتخابات الرئاسيه. وعلاش ما يكونش عندي طموح؟ كما يمكن هذاك قرار ما زلت ما خذيتوش، قرار باش ناخذه في وقته. معناها حسب ما مش يوصل له الحزب نتاعي، لان يعني الانسان اللي مش باش يترشح في المستوى هذا لازم عنده حزب قوي. كما يمكن ان اترشح في مستوى اخر ما يقلقنيش، معناها هذاك القرار انا ما زلت ما خذيتوش، لكن الشيء وارد. مازلنا مش نشوفوك مثلا وزير في حكومه من الحكومات؟ وعلاش ما يصيرش؟ نسال فيك. وعلاش ما يصيرش؟ غدوه يكون انتخابات حره وتطلع معناها اغلبيه فيها عدد من الاحزاب. انا ما نحصرش نفسي. قدام سي كمال قدام حزب يعلن انه عنده 1,000,000 منخرط، وحزب اخر يوزع في الفلوس وكأنها كروية معناها على الشمال وعلى اليمين، ويرمي في الفلوس يطيش فيها ويشري في الضمائر ويشري في العباد ويشري حتى في فقر الناس. قدام هذا الكل كيفاش تنجموا تصمدوا وتوصلوا؟ فين ترتيبكم؟ والاستطلاعات الرأي كلها تأكد أنه النهضة في المرتبة الأولى بنسبة من 20%، والحزب نجيب الشابي التقدمي الديمقراطي التقدمي كيف في مرتبة والتكتل، وحزب العمال ثم شكون حطوا 1% وانت والاستطلاع، وانتوما ما كمش موجودين في الاولانيين الكل. موجودين بعد هذوما. احنا موجودين بعد موجودين في اللي ذكرتهم هذو نتاع 23 و18 و20. احنا عندنا 6 و7
دونك احنا الاولانيين عندكم 6-7% مره 7% مره 6%. طيب هذا الفلوس لما يكون حزب تكون معناه وخذا تاشيرته نهار 27 افريل الماضي ويكون عنده 6-7%، اعتبر هذا شيء جيد. انا لا اطمح اني باش يكون، انا قلنا الفكره نتاع حزب مسيطر ولا حزب مهيمن ما عادش، لكن باش يكون عندنا دور مشارك، باش يكون عندنا مكانتنا. واعتقد ان في يوم من الايام الكثير من الناس المعتدلين والناس اللي فاهمين السياسه مش يلقاو انه فما احزاب، رغم انه فيها البعض من اللي كانوا دستوريين ولا تجمعيين، ممكن التعامل معاهم لمصلحه تونس بكل ما فيه من اعتدال. والفلوس من حدث. الفلوس ما عندناش ملايين، ما نجموش نبداو نفرقوا كما يعملوا ناس اخرين، هذا مؤكد. تقلقكم الفلوس هذيا اللي قاعده تستعمل كسلطه وكنفوذ؟ تقلق الحقيقه، تقلق لانه معناها فما اوضاع اللي يمكن استغلالها، ومش بالضروره للافكار وللمبادئ. معناها صحيح، ويلزم معناها يكون التقنين والتحليل. من الاول كانت كسكروتات، توا وليت معناها كماين. فكانت فما امكانيات كبيره، معناها احنا ما عندناش هذا وما ننويوش باش نعملوه، ونتمناو انه كل الناس تحترم نفس القواعد. واضح. سي كمال، فما انتدابات في البطوله السياسيه، صابر بن فرج معناها انتدبتوه الحزب المبادره، وانت معروف اتواليست في الدم، معناها متعصب نعرفك. لا مش متعصب، لا مش هيك. ولكن تحب النجم الساحلي. لما ترجح البارح ترشح فرحت، ما فماش على هذاك المستوى الوطني. المستوى الوطني اي، ولكن كنت على اتصال بالمسؤولين والملاعبيه، وعندك شويه علاقات بالملاعبيه الاتوال، نعرف. هذا ما ننكروش. انتداب جديد منجي بحر صابر بن فرج، وحزب اخر الحر، الاتحاد الوطني الحر، ينتدب شكري الواعر، وحزب اخر ينتدب فوزي البنزرتي. لا فوزي ما مشاش، وكانكم باش تكوروا بينا. لا فوزي لا فوزي عمل قائمه مستقله. قائمه مستقله اي صحيح. لا خليني نقول شيء. معناها صابر معناها نعتبره كي ولدي، ومن مد وهو اللي جاني مش انا اللي ناديته، هو اللي اقترحها. لا ما اقترحش نفسه. لا ما بدرش باش يكون عضو. لا وما مفكرش في الشيء هذا. هو جاء باش يكون، قال لي انا معاك ونحب نكون في حزبك. ما قام بعد نظرنا في المنطقه اللي هو فيها في المهديه، وقع اقتراحه باش يكون، لنظرنا انه في المنطقه هذيك في علاقته بالسياسه. لا ما شوف، لما الانسان معناها شوف لازم نكونوا واضحين. احنا شنو نحبوا؟ نحبوا كان سياسيين بروفيسيونيل، ولا معناها يمثلوا الشعب التونسي الكل. لا هو ولا غيره مش يكتبوا الدستور. فما رؤساء قوائم اللي هما ناس في مستوى معين، تتكلم فيه على سلمونجي بحر باك بلوس 6، معناها مش معناها راجل وتجربه كبيره في التسيير. معناها ما تسيرش جمعيه نتاع كوره في ما كانش تجمع سلمونجي بحر؟ كان تجمع ولا ما كانش؟ ما نعرفش عليه، ما سالتوش حتى السؤال. كان تجمعي معروف. ما نعرفش عليه، ما نعرفش عنده بطاقه ما عندوش، ما سالتوش. مش كان اللي عنده بطاقه تجمع؟ لا وقتها الناس كل كانوا تجمعيين. انا حتى في الناس اللي اليوم يصوروا في رواحهم كانوا ناس. لا ما لازمناش نغلطوا. واضح. صابر بن فرج، انا حقيقه لا ارى علاش الرياضيين نقصيوهم بلي ولا وزير في بلاده. تشوف اليوم كم من مره في الحكومات الفرنسويه وزير الرياضه شكون كان في فرنسا؟ كان الانترنور بتاع الرجبي نتاعهم. علاش نحقروا في ولادنا؟ اش بيه؟ لا انا نسال فيك من حق اي مواطن تونسي باش يترشح، ولكن نسال فيك علاش صابر بن فرج؟ استغلال شعبيته، الاستغلال انسان عنده شعبيه بطبيعه الحال. هو كحزب هو عضو في الحزب، مشيت جبته انا ورشحته. هو جاء وحده من منذ ما كنتش لازم تاخذ جوار مترجي ولا من اللي توافق. لا علاش؟ لا والله لا بالعكس. علاش؟ اذا كان في تونس. بالعكس، انا فما كان عندي اتصالات حتى باسماء كبيره في الترجي. في الترجي حاولت تستقطبهم؟ لا تحدثت انا وياهم. اقترحت عليهم؟ لا مش في الانتخابات. لا علاقات يعني؟ لا حتى باش يجيو للحزب. تحدثت انا تو نجبد عليهم تو يعرفوا. لا مش لازم نذكر الاسماء، خاطر المترشحين اليوم مترشحين في حوايج اخرى، مش في السياسه. لا ما اعتقدش انه لازمنا نعملوا هالتفرقه هذه، وخاصه وقت تاخذ لمده سكريتان. معناها طريقة الاقتراع اللي وقع اعتمادها المرة هذه،
اللي مش يتعداوا في كل قائمه يمكن واحد ولا اثنين. دونك بطبيعه الحال فما اشخاص اللي بالعكس انا نقدرهم ونعزهم ونحترمهم اكثر لانه مش يحطوا اسماهم مش كان من الراضيين. انا عندي اساتذه جامعيين وفي المرتبه السابعه والمرتبه الثامنه في في القائمه واضح. يعرف روحه مش باش يتعدى ولكن قبل باش يضحي باش يجيب اصوات. علاش استاذ جامعي يجيب اصوات والرياضي والا رجل الثقافه ما يجيبش اصوات؟ واضح سي كمال. سي كمال كيفاش ترى مواصفات رئيس تونس القادم؟ أنا أعتقد في كلمتين يعني. في كلمتين معناها يكون راجل عنده شخصية معناها محترمة راجل دولة عنده تجربة معناها يكون معتدل في مواقفه لأنه مش يكون معناها في تصوري مش يلعب دور للتوازنات بين مختلف الأحزاب. احنا قادمين على تجربة جديدة ديمقراطية عنا اليوم ما يفوق 100 حزب حتى لو كان مش يدخلوا للبرلمان إلا 10 منهم مهم جدا باش رئيس دولة تكون عنده مكانة. أعتقد كذلك أنه حتى ولو هو في حزب من الأحزاب يجب يخرج يوم اللي يقع معناه يستقيل من حزبه باش يكون يمثل الشعب. هذاك علاش نأكدوا كذلك في حزبنا باش يكون منتخب من طرف الشعب مش معين من طرف البرلمان خلافا لبعض المقترحات الأخرى. وشخص اللي يكون عنده تجربة كافية باش ينجم يمشي البلاد في ظروف اللي هي مش سهلة لأنه ثورة صحيح نجحت، ثورة صحيح جابت أشياء جديدة للبلاد، ولكن اليوم عنا صعوبات كبيره نتاع اقتصاد نتاع بطاله نتاع المواصفات هذه متوفره في سيادتك ان شاء الله تكون متوفره في انا كما هي متوفره في ناس اخرين. يعني لما نتكلم الكلام هذا مانيش نخم انا حتى وانا نتكلم نفكر في ناس اخرين. وانا سالتك عليك انت بالذات هذا القرار ياخذه الشعب التونسي هو يعرف شكون اللي ينجم يناسبه. هل ترى انه لو كان تترشح للانتخابات الرئاسيه عندك حظوظ وافره رغم هذه الحملات التشويه وحملات التشكيك؟ خليني نعاود الهدف نتاعي اليوم هو انه الحزب هذا حزب المبادره يكون عنده مكانه في تونس. خلينا ما خديتش قرار باش نكون لو كان لا معناها اعتقد انه عندي من التجربه ما يكفي ومن معناها اعتقد من التكوين ما يكفي، لكن نزيد ناكد مره اخرى مش وقت الان باش الانسان يفكر. ظاهر عندك طموح كبير باش وهذا حقك معناها ينازعك في حد حقي. لا أي لكن أي لكن ولكن ما تنجمش ما ياخذش قرار في اليوم. معناها احنا لا لا انت قرارك بتاتر ماخذه من قبل موجوده في مخك حتى من عاد بن علي نحسك سي كمال عندك لا تحب تدزني باش نقول وي لا 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 يعني بينك وبين روحك عندك لازم نهار وقفت مع روحك وقلت علاش مش انا في نفسي في نهار من نهارات ما نقدمش صحيح لكن الهدف نتاعي اليوم انا لا شيء اذا كان ما عنديش حزب قوي وحزب عنده شعبيته وحزب عنده مكانته. غدوه الحزب هو اللي يقرر اذا كان فما مرشح ولا ما فماش. سي كمال باش نسالك بعض الاسئله الخاصه الشخصيه الخفيفه شويه وبعض الاسئله زاده الشخصيه اللي تقالت في على العائله وعلى كذا. سي كمال حسب ما نعرف وحسب ما نتوقع ونظرا لشخصيتك الرومانسيه كي عشت حياه عاطفيه قويه ورومانسيه. عشت قصة حب كبيرة، زواجك كان نتيجة وثمرة قصة حب قوية ياسر. زواجي كان لكن ككل الشباب أكيد أنه كانت عندي معناها بطبيعة الحال عشت بجوارح. لا أنا كنت دائما الحقيقة معناها صحيح عندي حساس لل وبالتالي الحمد لله معناها وفقت في هذا وكانت صدفة طيبة والحمد لله معناها. قديش دام شهر العسل في حياتك ولا مازال متواصل؟ لا مازال متواصل إن شاء الله. ان شاء الله انا الان عنده اكثر من 30 سنه الحمد لله تبارك الله. هل انت ضعيف امام الجمال جمال المراه؟ ضعيف لا، اعشق الجمال في كل شيء في المراه وفي غير المراه. وصعيب برشا تحب تشوف النساء الجميلات وصعيب برشا في تقييمي معناها من ما 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 نشوفوش في كل بكل سهوله. تغير عليك زوجتك من الناحيه ذي تخاف عليك؟ حتى وكان تغير ما تظهرش وهذاك العلاقة الطيبة. سي كمال في التاريخ الإنساني بصفة عامة التاريخ العالمي المرأة ديما عندها دور في السلطة ودور خطير جدا، والمرأة تدخل دهائها ومكرها وكيدها في السياسة وتغير التاريخ في برشا مجالات. وانت تعرف اللي أشهر الجواسيس في العالم في الحروب وبين دول نساء جميلات، تخاف منه الجانب هذايا؟
تقرا له حساب؟ لا اولا خاصة انه خذينا دروس من برشا نظم معناها معليش لا أنا اولا الحمد لله لانه معناها علاقتي بزوجتي تخليني ما عنديش الخطر هذا وثانيا الانسان اللي يعرف معناها الامور هذه مهما كانت الظروف يلزم يتفاداها وصارت في كثير من الدول وكثير من المدن. انت ماكش من النوع اللي تحكم فيه مرته او لا ابدا القرار ابدا الحمد لله لانه لانها امراه طيبه وما عندهاش معناها بسيطه جدا في حياتها نعرف مش متاع مش تحاول بالعكس هي تعتبر دورها مساندة زوجها وهذا كش عملت معايا وتلهت بالأولاد وما عمرها ما دخلت لي فيه لكن لما تظهر امرأة عندها موقف عندها رأي وعندها رأي نتبع الأمور ولكن مش من النوع اللي عمرها ما تدخل لي في شؤوني واضح. إلا واضح. إذا كان أنا نطلب رأيها في بعض الحالات واضح. ثم ناس سي كمال حكيوا على ثروة ولدك وعلى مشاريع ولدك وكذا مشروع ولدك بليتو باش نبدا دقيق وثروة ولدك ومن أين له هذا وكيفاش وبوه كان موظف وزارة الخارجية لا ولدي ما عندوش ثورة كبيرة خلافا لما يدعوه عنده مشروع معناها من بين الوثائق اللي خرجت في الفيسبوك 3 مليارات يسوى لا هذا كمان من مش حاجة صغيرة لا من الأخطاء مع الأسف الأشياء اللي مفروض القانون ما يسمحش بها أولا مش وحده معناها المشروع مش وحده عنده شركة مش باسمه ومع ناس اللي عندهم إمكانيات وما وينجموا يوريوا منين جاتهم الفلوس هذه ولدي في البداية معناها في ميدانه وعنده مكتب لتمويل عنده علاقات مع أجانب ومع بنوك أجنبية عنده مشاريع ما خذاش شيء خارج القانون طلب عطاوه ودفعوا فلوسهم وعارفين فلوسهم منين جاية كما خسر في كثير من الحالات مع الأسف رغم أنه هو حاول يجيب معناها تمويلات كبيرة واستثمارات كبيرة للبلاد ولم يوفق في ذلك لأنه مع الأسف الإدارة في الوقت هذا ما تبعتش وخسرت تونس وخسر هو لا معناها أنا الأمر هذا مطمئن لي والأراضي نتاع كارتاج اللي كثر الكلام عليها في حدائق كارتاج لا ما عندناش تذكر اسمك تذكر اسمي اللي خذيت الدار معناها أرض كل هالناس ودفعت لا سي كمال الأراضي اللي في حدائق كارتاج تعطاك امتيازات لبعض الناس وبالمعارف وبالأكتاف وتجي من الرئاسة وذايا سامحني سي كمال وذايا المسؤولين على توزيع الأراضي هذيك هم اللي خرجوا في التلفز وقالوا راهي الأوامر تجي من الرئاسة فلان وفلان وفلان خذيت أرض أنا عشت في الكراء 5 سنين سي سمير في تونس ولم أطلب وأتحدى أي إنسان علي سرياتي هو مازال موجود الله يخف عليه علي سرياتي هو اللي مشى قال للرئيس السابق أنه كمال مرجان ما عندوش دار وساكن في الكراء وتغش علي نهارته وعمل لي تليفون أنا ما طلبتش ولم أت تغش لأنه قالش بك ما تقوليش لأنه هو شنو اللي يصير كي يعملوا لوتيسمون كيما نتاع عين زغوان فما اتصور تقريبا 800 مقسم الرئيس السابق كان ياخذ منهم عدد 100-150 ما نعرفش يعطيهم يتمزى بهم ويكافئ بهم زاد المواطنين ما يلزمش يغلطوا ويكافئ زاد لا يكافئ اسعار رمزيه مش لا اسعار كيما الناس الكل ماهيش غاليه الاسعار نعرفوها الاسعار اللي يتعاملوا بها الناس الكل معناها اسعار لا يفاش اسعار لا يفاش معناها دفعنا 100 دينار ما يخدمش اللي يجي سي كمال لا ثم ناس تتشكت وخرجت في التلفز وحتى المسؤولين قالوا لا ما قلت لك والاسماء اللي خرجت فلان وفلان وسي فلان وسي فلان كل هذا علاش قلت لك فما نوعين من 800 مقسم ممكن ياخذ هو 100 ولا 150 ويتمزى بهم صحيح لكن بنفس الطريقه نقول علاش انا هو في تفكيره وهذا شبيه ما كانش متعامل به قبل ومش متعامل به لا ثم فرق سي كمال شو الفرق انه عوض اني مش ربما نبقى نستنى 5 سنوات ولا 6 سنوات لا وما يجي مش اي واحد ياخذ غادي وهي والدليل انهم وزراء بجنب بعضهم وشخصيات وثنيه خدمه بن علي وخدمه النظام هو اي لكن ما فماش كان القائمه اللي شفتوها احنا نتكلموا دونك وقت اللي قال لك شبيك ما قلتليش تدخل لك باش خذيت لا قال لي اعمل المطلب نتاعك وخاطر ندخلوا بالحرف الواحد انا قال بالحرف الواحد نعاودها قال لي فوتر كونفورم كونسيرن لانه يعتقد انه لما عنده وزير
ماذا به يكون في في وضع معناها انت تكلمت على يخمم في الوضع المادي نتاع الوزراء نتاعو شيء طبيعي نتاع المخلصين ليه مش ضروره الوزراء كمان لا لا معناها هو اعطى للناس الكل ما اعطاش كان للوزراء لكن انا قلت لك عمرني ما طلبت حتى زعماء منظمات واحزاب خاطر مقابل الولاء والوفاء ممكن مقابل الولاء صحيح لكن لما نكون وزير مقابل خاطر لو كان انا ما جيتش للوزاره هذيك كان نشري مش معناها الدار هذيك نشري خلينا نكون واضحين ما تخلينيش نقول الكلام اللي نحبش نقول وقلت لك اني انا ما طلبتش وهو ما زال موجود على سيرتي ويمكن ان يسال في هذا معناها دونك ثم شنو تحب معناها بنيتها وفما بنوك تعرف ان حتى معناها الفلوس منين خذيتها والحمد لله معناها صحيح ممكن عمل عليها مزيه ما ننكرش هذا لكن كبتاتر الاف من التوانسه في 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 عين زغوان ولا خارج عين زغوان صحيح معناها مش شيء ننكره. سي كمال وصلنا لنهايه الحلقه يعطيك الصحه على سيرته وعلى الصراحه نتاعك بصراحه معناها كنت صريح تلقائي وعلى تحملك الأسئلة بكل روح رياضية. نحب نذكر حاجة أنك أنت قبل الحوار ورغم العلاقة الخاصة اللي نستعرف بها اللي ما بيناتنا قلت لي ما تحرش روحك واسألني كما تسأل الناس كل وذلك اللي عملته سألت أسئلة نتاع صحافي عادية اللي يتردد حول الناس كل حولك عند الناس كل كلمة الختام عندك كان عندك كلمة باش تقولها. كلمة الختام الحقيقة أولا نشكركم على الفرصة هذه وإن شاء الله في مناسبات أخرى نتمنى معكم أنتم أو مع أجهزة إعلام أخرى معنا نتكلم خاصة في المستقبل. عندي إيمان بمستقبل بلادي وعندي إيمان بإرادة شعبي ومش دعاية ولا معنا كما يقولوا معنا محاولة استقطاب لأنه تونس حاجتها بولادها الكل وكل من يمكن يعاونها مهما كان وما نحكموش على الناس إلا بالشيء اللي يقوموا به مش بالمعنى التهم اللي فالحقيقة كانت مناسبة طيبة إن شاء الله تكون نافعة ومفيدة لمن سيشاهد الحلقة هذه ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله نقرأ قصيدتك القادمة إن شاء الله تخرجنا ديوان شعر وحقيقة نتمنى لكم كل التوفيق وخاصة لحنا بعل اللي هي الحقيقة معلم من معالم الإعلام التونسي ودائما موفقين إن شاء الله. شكرا الله يخليك شكرا على المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقة قادمة نستضيف فيها شخصية سياسية جديدة. أهلا وسهلا.